الإخوة الحاضرون جميعاً، إن النصر الذي نحتفل به اليوم بذكراه لم يأتي فجأة، وإنما جاء بجهد جهيد لسنوات من الرباط والمقاومة والمدافعة وبدماء غزيرة وبرجال أبطال نفتقد حضورهم بيننا اليوم، فقد صنعوا النصر وحلقت أرواحهم في عليين وتركوا على الأرض آثارهم وفي قلوب محبيهم ووجع كبير لفراقهم، لكنها ضريبة التحرر، وإنه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وإن الكرامة لا تشترى إنما يصنعها الأبطال، وإن للعز ضريبة هي دماء الرجال، وإن التضحيات الجسيمة التي قدمت هي ثمن العيش بكرامة، وإن الشهادة هي اصطفاء واختيار، وهي بالنسبة لذوي الشهداء أوسمة على الصدور وتيجان على الرؤوس. الإخوة الكرام، إن النصر لا يكتمل إلا بالسير في طريق التحرير الشامل من الميليشيات وآثارها، وهذا لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة وبناءها وسيادة القانون وحفظ الأمن وصيانة المجتمع، وإن التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال محور بيحان اليوم في محافظة البيضاء لهي دليل قاطع على أن مشروع مقاومة الميليشيات هو مشروع وطني واحد، حدوده واحدة وساحته كل أرض اليمن. الإخوة الكرام، في الختام نؤكد أن الاهتمام بالمناطق المحررة وتنميتها ومداواة جراحها هي مسؤوليتنا في السلطة المحلية والحكومة، وإننا سنبذل كل ما بوسعنا للاهتمام بها، ونخص ملف أسر الشهداء والجرحى والإعمار ونزع الألغام وتقديم الخدمات، الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والنصر للوطن كل الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.